رفاه وزير الخارجية الآن في إسرائيل، جدول الأعمال، التقى الرئيس الإسرائيلي وكذلك هناك لقاء مع رئيس الحكومة، أي تصريحات جديدة من الجانب الإسرائيلي فيما يخص هذه الزيارة؟ أحسن بالفعل، أنا أؤيد ما ذكرته زميلتي نادية، يعني ويعني يعني تأكيدا على كلامها ما ذكره بعض المسؤولين السياسيين الإسرائيليين للقناة 13، عندما ذكر أحدهم وقال أن إسرائيل ردت على الإدارة الأمريكية بأنه لا يمكن أن تملي عليها ما تريد، لأن الحرب بالأخير هي من تقودها إسرائيل وهي من تواجه الخصوم. فهذا فعلا بالتأكيد، يعني حتى الشارع الإسرائيلي يتحدث أن زيارة بلينكين تحمل نفس الملفات التي يحملها ذات الزيارات 11، وأنها نفسها. يعني مع العلم اليوم كان بلينكين يتحدث عن خارطة طريق جديدة قدمها لإسرائيل لوقف الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، وأيضا إلى ما بعد وقف الحرب، اليوم التالي ما بعد الحرب. وأيضا كان هناك الحديث عن أيضا يعني وقف الحرب مع جنوب لبنان، لكن إسرائيل لا تزال تصمم أنها تريد يعني تدمير البنية التحتية، تريد أن يكون هناك تغيير أمني وسياسي في جنوب لبنان قبل إنهاء هذه الحرب. اليوم كان هناك أيضا احتجاجات عند مقر يعني الفندق الذي يقيم فيه بلينكين من قبل أهالي المحتجزين للضغط على نتنياهو لإعادة المحتجزين. أيضا يعني خلال هذه الملفات أيضا هناك الرد الإسرائيلي على إيران، لا تزال إسرائيل متمسكة ببعض الأهداف التي هي تريدها، و بالتالي الضغط الولايات المتحدة يريد التخفيف من هذه الأهداف. لغاية الآن غير معلومة الأهداف، لكن على ما يبدو أن الولايات المتحدة فعلا متخوفة من الرد الإسرائيلي ولا تريد جر المنطقة وخاصة إلى حرب أوسع، وحتى الولايات المتحدة أن تتوقف. طيب رفاه، ماذا عن مغامرة المسيرة يعني والتي نعم ماذا عن مغامرة المسيرة التي بقيت في سماء إسرائيل وطريقة تعاطي الإسرائيليين معها، ردات الفعل يعني المرصودة على الأقل بالإعلام؟ يعني دعني أقول هي كانت في يعني يتعامل معها الإعلام الإسرائيلي بغضب وبشيء مضحك. نتحدث عن 45 دقيقة أو أكثر، حتى كانت هناك مسيرة تجول في أجواء الشمال الإسرائيلي، بل حتى وصلت إلى وسط إسرائيل، نتحدث أنها قطعت 70 كيلومتر، بعدها سقطت لوحدها في منطقة الخضيرة التي تبعد 10 كيلومتر عن قساريا، قساريا مقر إقامة نتنياهو. يعني أكثر من مليون إسرائيلي دخل الملاجئ، أيضا تم إيقاف نظام الجي بي أس في تل أبيب بالقرب من وزارة الدفاع. يعني استنفرت أكثر من 100 بلدة في إسرائيل بسبب هذه المسيرة. نعم. كان هناك مروحيات، كان هناك طيران حربي يحاول اعتراض هذه المسيرة ولم يستطع. طيب. المسيرات أصبحت هاجس أمني. يعني اليوم فعلا ما حدث كان يعني مثير للقلق